يكون راح فين الولد سعد ده؟ ما هاني جاي لك عشان كده يا شكر بيه. محدش بينجد الشارع ده من المصايب غير حضرتك يا شكر بيه. جاتك البلا في ملفظك؟ عوام عملتها مصيبه؟ هو كل حي يغلب في الشارع ده في حاجه يشتم عبده؟ خليك معايا يا عبده. معاك. روح لعبد العزيز قول له ينزل لا قدر الله يعمل لفه في المستشفيات، وانا هروح لضابط صاحبي عشان يبلغ باقي الاقسام يشوفوه جايز يكون هنا ولا هنا. امرك يا شكر بيه، تشكر على اذنك. يلا طير يا عبده. حاضر. والله الولد ده خساره في العيله دي. ليه يا بابا بتقول كده؟ عشان ولد عنده كرامه، مرفوع الراس وعزه نفسه فوق كل اعتبار، بس يعمل ايه؟ ابوه مغفل وعديله ركباه ومدلدله رجليه. خش البس وشوف هعمل ايه. مفيش اخبار عن الولد داوود افندي؟ لا يا سيدي مفيش. مالك يا داوود؟ انت زعلان مني ولا ايه؟ لا يا اخويا فرحان، انت ايه رايك يا باشا؟ بعد ما تسببت في رفض ابني من المدرسه. انا؟ لا انا. انت بتقول ايه يا راجل انت؟ ده بقى جزائي اني سبت شغلي في الوزاره وزهقت المدرسه؟ يا ريتك ما سبت ولا روح. كنت سيبني انا اتصرف، انا ابوه. كنت هتتصرف ازاي؟ هتهدر كرامه الولد؟ عشان يطلع زيك، لا كرامة ولا نخوة ولا وطنية. وطنية ايه يا اخوي؟ سيبنا لك الوطنية، وما انت وطني قوي كده. ايه اللي رجعك الوزارة؟ انت فعلا راجل مغفل. انا ما اسمحلكش. الله، هو في ايه يا بابا؟ خش جوه، خشي. جرايه يا داوود؟ بتزعق ليه مع شكري بيه؟ خش جوه، خشي. الله، انت كمان بتزعلي؟ في ايه يا شكري بيه؟ تصور الراجل المغفل ده بيتهمني ان انا السبب في هروب ابنه. ما تعالي يا عديله هانم. كلمه واحده وهتشوف ايه اللي هيحصل لك. يا جماعه استهدوا بالله، مش كده. معلش يا شكري بيه، هو بس متعصب عشان اساعد ابنه. دلوقتي عرفت قيمته؟ دلوقتي. معلش، تعالى معايا، تعالى معايا يا شكري بيه. اطلع يا داوود، اطلع. يا حبيبي يا ابني، يا ترى رحت فين؟ عزيزة ما تعمليش في نفسك كده، هيروح فين؟ إن شاء الله هيرجع بالسلامة. الله، ده رأيه يا عزيزة، هو سعد صغير ده بسم الله ما شاء الله راجل، ما ينخافش عليه. عندك حق يا ماني، بس برضك الأم أم وقلبه وكلها على ضناه. أنت متأكد إنك لفيت على كل أصحابه؟ طبعا يا مستمرة، وأنا عندي عزم لسعد. يا بابا، أنا قلت لحضرتك دول ناس ما يستاهلوش توجع دماغك عشانهم. الولد سعد مختلف، وطني ومحترم، مش زي المغفل أبوه. أنا مصر أنتشله من البيئة دي. يا بابا، وإحنا مالنا؟ مالنا إزاي؟ ده كرامته من كرامتنا في مواجهة برادع الإنجليز. حضرتك معك حق يا بابا. مش كده برضو يا درية؟ مساء الخير يا انسه سمير. مساء النور يا دكتور. ادخل يا عبد العزيز. مساء الخير يا شكري بيه. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. اتفضل اتفضل. ها؟ عملت ايه يا عبد العزيز؟ لفيت عليه كل المستشفيات، بس للاسف مفيش اي خبر. لا حول ولا قوة الا بالله. بلغتي امه؟ الحقيقة لا يا شكري بيه. قلت اجي اخد حضرتك ونروح لهم سوا. نروح لهم بعد اللي عمله داوود افندي؟ شكري بيك بيجري الشارع يا سمير، والصغائر دي ما تفرقش معايا. بتسمي قله الادب صغائر يا دكتور؟ دي وحجز. داوود افندي غلبان ومكهور من عادل هاني مراته وقريبها ده اللي اسمه ادهم، والراجل ملوش غير سعد. طبعا كانت كبيره على نفسه قوي إن ابنه يلجأ لشكري بيه، بس أنا عارف إن شكري بيه كبير الشارع وهيقدر، والكبير هو اللي بيسامح. يلا بينا يا دكتور. يلا شكري بيه. غريبة،
أول مرة يقول كلام محترم. ربنا يرجعهولك بالسلامة إن شاء الله. بس أنا ليه عتاب عندك يا داوود أفندي؟ يعني سعد بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يحفظهولك عقبال ما أشوف ابني زيه. أنا لو منك كنت أحطه جوه عينيا، ده بقى راجل. قوليله يا سعاد هانا. وبعدين برضو اللي أنت عملته مع شكري بيه، يعني الراجل عمره ما بيتأخر على حد، ده مستعد يعمل أي جهد عشان يخدم أي حد في الشارع. عندك حق سعاد خانم. وبعدين ابنك اللي راح له كان ممكن يعتذر له ما يتعبش روحه، تقوم تبهدله بالشكل ده؟ عموما حصل خير، حصل خير. ده داوود أفندي مفيش أطيب منه، وكذلك شكري بيه. وبعدين العيش والملح والجيرة ليهم حقوق ولا إيه؟ أنا آسف جدا والله يا سعاد هانم، أنا مش عارف عملت كده إزاي. حصل خير يا داوود أفندي. مساء الخير يا الطاف. اتفضل يا شكري بيه، اتفضل. مساء الخير يا جماعه. مساء النور. اهلا اهلا يا شكري بيه، حصلت البركه. يا راجل مش هترحب بينا في بيتك ولا ايه؟ انا اسف جدا يا شكري بيه. يزعل مخه برضه، ده احنا اهل يا داوود افندي. المهم نطمن على سعد حبيبي.